وسط حضور جماهيري بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، اختتمت الدورة الوطنية الكبرى 17 للدراجة الهوائية، وعبر مسافة 107 كيلومتر تسابق الدراجون على مسلك صعب ميزته المرتفعات، لكن المستوى العالي للدراجين كان بارزا، ليعود التتويج بلقب الدورة للدراج سيف الدين يبقى من الفريق العسكري. وفقنا في جنة التنظيم، وهذه الدورة بالطبع أعطت دفع جديد وروح للدراجة من جانب التنظيم وكذلك من جانب التقني. نظن هذا الشيء يعني إيجابي جدا، مما يعطينا دفع لأننا نروح لتنظيم دورات دولية مستقبلا إن شاء الله. دورة قسنطينة التي كانت عبر 4 مراحل هي فرصة اغتنمتها عناصر منتخب الأواسط لتحسين مستواهم تحضيرا للبطولة الإفريقية بمصر. أمس يعني المنافسة شديدة خاصة بالنسبة للفريق الأواسط، نحن على أبواب البطولة الإفريقية راح تنطلق بعد 15 يوم في 2 يوم مارس بمصر الشقيقة، ونقول بصراحة يعني المستوى مترفع كثيرا اليوم، رانا في دورة اللي في 4 مراحل ما سبقش وإن كانت ب4 مراحل يعني كونتر لا مونتر، يعني والتنوع يعني في البرنامج على الدورة هذه سابقة. بعد 30 سنة غياب عن تنظيم سباق الدراجات الهوائية، ها هي مدينة الجسور المعلقة ترفع التحدي بإنجاح تنظيم الدورة الوطنية الكبرى على أمل احتضان دورات عربية وقارية مستقبلاً.